الآن كل أوان الموسم الظاهري تعرفون اليوم هو عيد الكنيسة. اليوم هو عيدكم. الروح القدس الذي حل على التلاميذ يوم العنصرة هو محل هناك بعلية صهيون، وصار رسل مبشرين ويحكوا بلغات مختلفة وبشروا العالم وانتهت هناك. لا بل الروح القدس هو الذي يفعل في الكنيسة اليوم فيكم. أتشعرون بهذا؟ شعروا فيه؟ أتشعرون أن ربنا هو الذي يسوس حياتنا وفي كثير من أحيان ينقذنا من مخاطر كثيرة أو يرشدنا إلى فعل خير ما قد يكون حسن لحياتنا؟ بس تعمدنا في الكنيسة من هيك يطلب من الكل إنه يعمدوا أولادهم هن صغار. عندما يعتمد الولد بجرن المعمودية تحل عليه نفس فعالية الروح القدس لحلت على التلاميذ بيوم العنصرة. القداس اللي نحن اليوم عم نشارك فيه، كل قداس هو إعادة عيش هالشيء اللي عاشوه التلاميذ في علية الصهيون، أي إنه كما قلت سابقا تضحي الكنيسة ملتهبة بالروح القدس الذي حل على القرابين وعليكم، مش بس على القرابين. فيضحي هذا القربان بالروح القدس لجسد ودم المسيح حقيقة، مش صوريا. يعني نحن عندما نأتي أن نتناول جسد دم المسيح نحن نأكل جسد المسيح حقيقة. هيدا ما بحدا بيستوعبها إلا بالإيمان. من هيك صحيح أن جسد المسيح يكسر لكنه ما بيتجزأ، بينقسم هيك بتقول الكنيسة لكن ما بينفصل عن بعضه. نتناول فيه هون هو نفسه، وبيتناولوا فيه بأي بقعة بالأرض أو بأي كنيسة تانية أرثوذكسية هو نفسه. من هيك وحدة الكنيسة هو المسيح، وحدتنا مع بعضنا هو المسيح. نحن شو بيوحدنا؟ جسد دم المسيح. من هيك في الكنيسة يطلب أن الإنسان يعيش التوبة، إذا أخطأ أنه يرجع لحضن الكنيسة، لأن كل إنسان يخطئ هو بينفصل عن الجسم.
ما بيرجع بعيده إلا التوبة. هيك بالنسبة بكل بساطة. هيدا هو عيد العنصرة يلي عم نعيد له اليوم بكل بساطة. لهيك لا تطفئوا زي بيقولوا الروح بداخلكم وبداخلنا. خلوا روح الله يتكلم فيكم. ما بتكلم الله مثل ما قلت قبل بتشويش وباضطراب وبأفكار مشوشة. يعني بدنا نحاول قدر الإمكان رغم كل يعني عذاب هالدنيا، رغم كل التشويش اللي عم نشوفه حولينا، كيف بيقدر الإنسان يتدرب يلملم أفكاره ويعيش بهدوء بسلام ويجي على الكنيسة بياخد شيء وبيطلع بيعيشوا برا، مش نجي لهون نقعد 50 شخص 100 شخص نرجع نتفرطع برا كل واحد يعيش حياته كيف ما كان. هذا ناقص منو كامل. من هيك يا ريت المسيحيين يدركون حقيقة فعلا أهمية هالأعياد المباركة اللي نحن أو الكنيسة بتعيدها وبتعيدها في كل سنة. لأنه شو مطلب ربنا؟ إنه الإنسان يتعلم. من هيك التكرار، ما بدنا نقول مثل ما بيقول الأمثال، التكرار بيعلم، التكرار بيعلمنا وبيخلينا نكتسب شيء جديد ونتعلم شيء جديد دائما. مش إنه منعيد هالسنة منعيد سنة الجاي وخلص نفس الشيء، بيكون تعلمنا شيء هالسنة وشيء جديد نتعلمه بالسنوات الآتية. هذا هو الروح القدس الذي يرشدكم ويرشد الكنيسة إلى كل فعل خير صلاح، إلى كل حكمة. يعني إذا بتعلموا كيف تسوسوا أولادكم أو تربوا أولادكم، الروح القدس اللي حال فيك أنت يا أم بصلواتك بتعبك بدموعك تستعطف لنعمة ربنا، بتجيبيها بالقوة وبتقلك شو لازم تعملي. نفس الشيء لأي شخص. هيك نحن منجيب نعمة ربنا بالقوة، بتواضع أكيد، بس بإلحاح، بدموع، بتوبة تنزل نعمة الله وبتقلنا شو لازم نعمل، كيف ندبر أمورنا. وإلا نحن بشر عايشين ناكل مشرب، ما عندنا هدف او رؤيه يعني لبعدين. هيك حبيت اقول هالكلمه بسيطه قبل ما نتناول جسد دم المسيح، حقيقه لا يكون عندنا هالوعي لوين نحن جايين، شو بدنا نتناول وشو بدنا ناخذ من هالجسد ليكون غذاء لاعضائنا لجسدنا للروح وللنفس، لكي فعلا يعني ندوس على ما مضى ونمضي قدما الى الامام. من هيك من العشيه في صلاه السجده هي كانه عم ترجع الكنيسه تعيد احياء عنصره صهيون عندما حلت هذه الالسنه بشكل نار على التلاميذ.